السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. النهارده فيديو مميز جدا، هنبح وننضف ذكر البط الاحمر ده، وهننضفه بطريقة حلوة وبسيطة، وغير من كده ما يبقاش ليه ريحة زفارة خالص. هنبح ذكر البط وارجع لكم. تمام كده، الذكر بتاعنا بعد ما ذبحناه، طيب حطينا الميه بقى. هنحط في الميه حبه ملح حلوين، ليمونه. طب الملح والليمونه ليه؟ الليمونه عشان الزفاره، والملح يا جماعه عشان خاطر لو فيه بعدش شعريه ناعمه كده تبقى بكل سهوله الملح يدبلها لي وتطلع معايا بكل سهوله كده. تمام، طبعا بحط بقى قبل الميه ما تكون داخله على غليان كده، بعمل اختبار كده للراس اهو، وببتدي اشد فيها اهي اشوف الدنيا عامله ايه. اهي بقت تطلع معايا كويس اهي زي الفل. هنا بقى ببتدي احط البطايه كده اهو في قلب الميه عشان الريش بتاعها يبتدي يشد معايا. بسم الله. وتاني اقلبها من كل الجهات زي ما انت شايفه كده. اول ما الاقي الريش بتاعها بيتشد معايا كده بروح شايلها على طول. هنا الراس اهو قعدت شدت فيها شويه اهو بالشكل ده. بسم الله. بصوا بقى بكل سهولة بتشد ازاي، بكل سهولة اهو. شايفين اهو، شايفين كده. ما تحطهاش في الميه كتير عشان ما ايه الجلد ما يتهريش منك، يا دوب تغطسيها كده من كل الجوانب وتروحي شايلها. شايفه هنا بقى نضفنا الذكر البط بتاعنا، شايفين بسم الله ما شاء الله ما فيهوش شعر خالص ونضيفه زي الفل اهو. تمام، لو في شعرايه صغيره بتاخديه على عين البوتاجاز كده بتشيطيها تمام وبتنضفيها كويس كده. تمام، احنا نضفناه زي الفل. ولو في شعرايه مغلباكي ولا حاجه بتبقى جامده شويه، لو في ملقط عندك بتمسكيها كده بالملقط وتشديها بيه. تمام، هنا بقى رحت ماسكه رجله من تحت العظمه يا جماعه على طول، ورحت قطعها بالسكينه. عايز اقول لك وانت بتذبحيه، نسيت اقول لك وانت بتذبحيه بتذبحيه ازاي. انا معلش ما رضيتش اجيب بس وانا بذبحه عشان السكينه وكده يعني. بتحطي جناحاته ورجليه الاثنين، دي تحت رجل ودي تحت رجل، وبتمسكيه من تحت راسه، في عظمتين كده بتمسكيه من رقبته كده وتروحي ذبحيه على طول. طريقه سهله وبسيطه جدا. المهم ما علينا كده، زي ما انتم شايفين تنضف زي الفل. تمام، هنبتدي بقى نعمل ايه؟ هنبتدي بقى نفتح ايه، نفتحه منين؟ دي بطنه اهي يا جماعه، هنفتحه من الحته دي. تمام، هنجيب السكينة ونفتحه من الايه، من الحتة دي. تعالي اقولك بقى عملت ايه. اول حاجة عملتها فتحت الفتحة اهي زي ما انتوا شايفين، وهنطلع كل الاحشاء بتاعته اللي جوه. تمام، ومن ورا الحتة اللي هي بتاعت الزلموكة دي يا جماعة انا قطعتها عشان دايما بتبقى زفر اهي. بصوا قطعتها، ما تخافوش الشعر ده لسه هيتشال تاني، ولسه هنشوفه هنغسله مرة واتنين وعشرة، فما تقلقوش يعني. مسكتها شلتها بالحته دي عشان دايما بتبقى زفره، وكمان الجناحه زي ما انتم شايفين اهو قطعتها برضو، الحته دي دايما بتبقى زفره برضو قطعتها. وجينا هنا يا جماعه عند الرقبه زي ما انتم شايفين شلتها، وشلت كمان ال بتاع ديت بتاعته اللي جوه دي، اسمها ايه مش عارفه اسمها ايه. بصوا الحصاله الزور بتاعه دوت اهو، بتشديه قوي كده ويروح متشال معاكي
تمام بالشكل ده. هفتح انا بقى البطايه كده واطلع الاحشاء من جوه كده بقى تطلعنا. خلي بالك وانتي بتطلعي، بصي الكبده سليمه زي الفل اهو، وادي المراره هنشيلها برضو بالراحه كده عشان ما تمررلكيش الكبده. تمام تشيليها بالراحه واحده واحده كده. تمام وانتي بتطلعي الحاجه براحتك كده وانتي بتطلعيها عشان الكبده ما تتهريش منك. بصوا بقى يا جماعه شايفين، عايزه اوريكم اللهم صل على النبي، ايدي بصوا عايزه اقول ان انا شلت الزهر كله، يعني ايدي واصله لحد الرقبه. بصوا كده عايزه اوريكم، بصوا شايفين ايدي فين اهي، ايدي شايفين ايدي واصله لحد الرقبه اهي يا جماعه. تمام اهو شايفين برضو من هنا الزهر قد ايه اهو، يعني انا شلت كل حاجه، دنيا كويسه وزي الفل اهو. طيب هنعمل ايه بقى؟ هشطفها شطفه حلوه كده ونعمل لها المحلول الملحي يا جماعه. تمام يلا نشطفها ونعمل المحلول الملحي. هنا بقى جبت الطبق بتاعي اللي انا اقع فيه البط، جبت حبه ميه زي ما انتم شايفين، وعندي ملح بقى حبه ملح حلوين كده محترمين. تمام وهحط كمان معلقتين كبار كده من الدقيق يا جماعه اهو، معلقتين حلوين محترمين كده كبار. وعندي ايه كمان؟ وعندي ليمون. تمام ما بحبش احط في الفراخ في البط في الحمام، بحبش احط الخل يا جماعه فيه بصراحه، انا استعمل الليمون بيبقى خفيف شويه عن الخل، انا بحس ان الخل بيهري جلد الحاجه يعني. تمام تمام كده اهو بالشكل ده، ونقلب تقليبه حلوه كده. عايزه اقول لكم المحلول ده والله العظيم ما بيخلي ريحه زفاره خالص في الحاجه، بتعملي الحاجه كده ريحتها زي الفل. تمام هجيب بقى الدكر القمر بتاعنا ده اهو، بسم الله، وهبتدي انزل بيه. طبعا انا بس عملته قدامكم بس كده، انا هنقله في حاجه واسعه شويه عشان يعني ايه يبقى يتنيح كويس، بتنقعيه ساعه اتنين تلاته زي ما انت عايزه. وعايزه اقول لكم دي القناصه بتاعته اهي، فتحتها اهي، فتحتها ونضفتها برضو، وادي الكبده بتاعته زي الفل ما اتهرتش ولا حاجه، وادي جزء القلب برضو بفتحه عشان بيبقى فيه زي دم كده. تمام وادي يا جماعه البتاع اللي انا قلت لكم عليها المراره، الحمد لله ما يعني طلعت سليمه بامان اهي اهي الحمد لله. تمام دي بتمرر الكبده يا جماعه، فحسبي وانتي بتطلعيها من الكبده. تمام كده كده زي الفل، هنقله في حاجه واسعه بقى واسيبه ينقع بقى ايه زي ما قلنا كده ساعه اتنين تلاته، وبالف هنا وشفا. عايزه تعمليه على طول اعمليه، عايزه تشيليه في الفريزر شيليه اللي يريحك. تمام وبالف هنا وشفا يا رب. وبكده الفيديو بتاعي يكون خلص، اتمنى اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، واتمنى كمان لو حتى يعني تستفادوا بقدر قليل قليل جدا جدا من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.